خلينا اشكرك طبعا على كلمه فهمها، هل في خطوره ولا لا، لان هو ده السؤال المهم. خلينا نقول ان احنا كل همنا هو صحه المواطن وصحه المواطن المصري طبعا، عشان احنا يعني صحه المصريين هي بالنسبه لنا اولويه قصوى. احنا دايما بنرصد اي شيء يحصل، هل الرصد ده معناها ان احنا في خطوره؟ لا، الرصد ده عشان لو حصل خطوره نبقى احنا سابقين بخطوه. الحمد لله كويس، من ساعه ما ظهر المتحور ده، وخلينا نقول المتحور ده نال الاهتمام في شهر 7، لكن تم رصده في اول حالاته ليه في فبراير 2023 في دوله الصين. هل هو يمثل المتحور الاكثر انتشارا او الاكثر شيوعا؟ لا، هو لا يمثل اكثر شيوعا، ما زال اومايكرون اكس بي بي هو اللي يمثل اكثر ايه انتشارا، لكن هو يمثل من 30-17% في الدول التي تم رصد حالات فيها. يعني احنا في مصر ما رصدناش اي حاله، ولو رصدنا حاله بنأكد ان احنا نعلنها لمليون سبب. الشفافيه اللي احنا عودنا المصريين عليها في تعاملنا مع ملف الكورونا من اول يوم، وتاني كويس هو اللي يمثل اي خطوره بالنسبه لنا في شده الحالات. طب الاهتمام بيه تم ليه؟ لان هو سرعه انتشاره اعلى من سرعه انتشار المتحولات الاخرى، فده بس اللي خلى فيه نوع من الاهتمام بيه على مستوى ايه العالم.